اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من اميره في المطبخ على سي بي سي سفره. معاكم على الهوا ان شاء الله من واحده لاثنين. مستنيه كل تليفوناتكم على 236، الاس ام اس على 236، الخط الارضي على 0900936، والخط الدولي هينزل معاكم على الشاشه. النهارده فتت المكدوس، فته لطيفه جدا جدا ومغذيه ومختلفة شوية عن الفتة طبعا المصري بتاعتنا. عشان نعمل فتة المكدوس احنا اتفقنا قبل رمضان ان احنا عملنا حاجتين من تحضيرات رمضان وشلناهم. اول حاجة كانت العصاج وكيسناه وشلناه في الفريزر. عملناه ازاي؟ معلقة زيت، بصل مفروم، ملح وفلفل وسبع بهارات، قرفة وجوزة الطيب وحبهان ومستكة ولورا، شوحناهم كويس قوي، وبعدين نزلنا عليهم اللحمة المفرومة، وبعدين سبناهم يبردوا، كيسناهم وشلناهم في الفريزر. الحاجة التانية اللي عملناها في تحضيرات رمضان برضو مهمة جدا جدا، ان احنا جبنا العيش البلدي والعيش الشامي، قطعناهم بالمقص مكعبات، قليناهم في زيت غزير، طلعناهم صفيناهم من الزيت وديناهم ملح، ولما طلعناهم من الزيت حطيناهم طبقة واحدة، العيش مش فوق بعضه. لما برد تماما حطيناه في طبق كبير وواسع ومكشوف مش متغطي، يقعد معانا شهر، والعصاج يقعد معانا في الفريزر حوالي 6 شهور. فدول من تحضيرات رمضان. بقية المقادير: بتنجان اسود متقور، بصل مفروم، ثوم مفروم، دبس الرمان، طماطم مفرومة، صلصة طماطم، زبادي، طحينة، لوز محمص، زيت زيتون، بقدونس مفروم. فزي ما بقول لكم كده الايه الحاجات دي كلها بتسهل جامد قوي قوي لما نيجي نعمل بقى فتة زي دي. الفتة البلدي بتاعتنا المصري انا بعمل ايه؟ بعمل برضو العيش البلدي بنفس الطريقة، بسلق اللحمة واصفيها احطها في كيس، واصفي الشوربه واحطها في كيس، بعمل الصوص بتاع الفته وبشيلهم اكياس مربطه في بعض. يعني عشان اعمل وجبه الفته يبقى كيس اللحمه مع كيس الشوربه مع كيس الصوص، والعيش عندي في طبق جاهز. فالفته ما تاخدش منكم 10 دقائق ربع ساعه. فالتحضيرات دي حقيقي مهمه جدا جدا. تعالوا نبدا بقى. بسم الله. هنا يا مريم. مريومة. الو، ازيك يا مريم؟ الحمد لله كله انا تمام. بحب حضرتك قوي. انا كمان يا حبيبتي بحبك قوي. امور يا مريم. انا كنت عايزه، يعني كنت بكلم حضرتك مش عايزه عن اي حاجه. تسلميلي يا حبيبتي، نورتيني وشرفتيني. شكرا. ميرسي يا حبيبتي. انا بحب حضرتك جدا. انا كمان بحبك قوي قوي يا مريم. تسلميلي. حضرتك طيبه. وانتي طيبه وبالصحه والسلامه يا حبيبتي. حطينا في الطاسه معلقه زيت، وحطينا في الووك معلقه زيت. هجيب البتنجان الاسود المتقور، وابتدي اخد العصاج وابتدي احشي البتنجان بالعصاج. العصاج ده بقى ممكن تحطوا له صنوبر، ممكن تحطوا له لوز، ممكن تحطوا له بقدونس مفروم طازه، براحتكم يا علي. الو، ازيك يا علي؟ الحمد لله كويس. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. انا كنت عاوز اسال حضرتك على طريقه النجتس. حاضر عينيا. وبصي اختي كمان عاوزه تسلم عليكي. اسمها ايه اختك؟ اسمها ندى. يا ندى. الو يا ندى، ازيك؟ الو، عامله ايه يا ندى؟ كويسه. انت عندك كام سنه؟ ايه، عندك كام سنه؟ حبيبتي بحبك قوي يا ندى. بصوا بقى، امبارح جالنا سؤال عن الحمام المحشي والسمان المحشي، وانا نسيت ارد عليه. ما انا بقى لما بروح البيت بقى وبفطر والتركيز بيرجع بفتكر حاجات كتير، يعني معلش سامحوني. عشان نعمل الحمام والسمان المشوي هنجيبهم وهنغسلهم كويس جدا بالدقيق والملح والخل، وبعدين هنصفيهم. هنجيب في الكبة هنحط بصل، خل أبيض، طماطم، صلصة، عسل أبيض، ملح وفلفل ودبس الرمان وشوية زعتر. هنضرب كل ده في الكبة، وبعدين نتبل بيه الحمام أو السمان، وبعدين نشويهم. وخلوا بالكم إن السمان بياخد شوية وقت عن الحمام في التسوية.
يا سلام عليك وشكرا جزيلا. النجتس معاكوا على الشاشه لعلي اللي سأل عليها اظن. بنحشي كده البتنجان. طيب الاسئله المعتاده بقى بتاعه المحشي بالزيت، المحشي العادي يعني مش المحشي عشان الفته. اميره انا عملت، كان لسه جاي لي السؤال ده على السوشيال ميديا امبارح او اول، انا عملت المحشي وحشيته والعزومه اتاجلت، ولو اني انا يعني الحقيقه وكل الاسئله اللي بتجيلي على العزايم يعني هو رد غلس بس انا لازم ارده. يعني انا بتمنى ان احنا نوقف عزايم يا جماعه، والله بتمنى ان احنا نوقف عزايم، العزايم تتعوض لكن الصحه والعمر ما يتعوضوش. ما علينا، المهم كنت عايزه اعمل محشي وما عملتوش النهارده وهشيله لبكره. اعمل ايه؟ لا ما فيش مشكله. ممكن نعمل ايه بقى؟ ممكن نبعده شويه مش مشكله. ممكن نعمل ايه بقى؟ ممكن ان احنا نشيله في الثلاجه بيقعد يومين ثلاثه. لو بتنجان مفضلش لانه بيجلد شويه. لو كرنب اكتر من يوم بيغير ريحته، فيعني ممكن نشيله لبكره مفيش مشكله، مش اكتر من كده لان الحقيقه بيبتدي يغير الايه النتيجه بتاعته. بنحشي بقى كده البتنجان وهنبتدي دلوقتي نشوحه وهنعمل اتنين صوص. صوص احمر هنكمل تسويه البتنجان فيه بعد ما نشوحه، والصوص الزبادي زي ما قلت لكم اكتر من مره. صوص الزبادي في ناس تحب تسقعه وتحطه على وش الفته يكون ساقع من التلاجه، وفي ناس بتحب تسخنه فتبقى الفته كلها على بعضها سخنه، وفي ناس انا منهم يحبوا يحطوه في درجه حراره الغرفه فيبقى ايه مختلف عن درجه حراره الفته، وفي نفس الوقت مش ساقع قوي ولا سخن قوي. تمام اهو كده انا خلصت الايه البتنجانات، ممكن ابتدي احط بقى ايه اللي خلصوا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبنشوحه على كل الاتجاهات في زيت الزيتون، وهو بيتشوح هكمل انا الكام بتنجانيه اللي فاضلين. وده بيتحشي زي ما انتم شايفين كده العصاج، ما بيتحشيش رز مش زي الفته بتاعتنا المحشي بتاعنا، ده مختلف بس طعمها جميل جدا 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 اهو كده. يعني الصراحه ايدي هتسعفني اسرع من المعلقه بالذات في البتنجان الرفيع. نحطه كده بس اغسل ايدي. هنبتدي ناخد التعليقات والاسئله من على اللايف ستريم بتاعنا اللي موجود على صفحه سي بي سي سفرة على الفيسبوك علشان نشوف كل اسئلتكم اهو كده. طيب تنزلي لنا كمان صفحه سي بي سي سفرة عشان اللايف. يلا بينا هبه هتنزل لكم دلوقتي اسم الصفحه اهو اللي موجود عليه اللايف بتاعنا للي حابب يخش يتواصل معانا ويبعت لنا الاسئله والاستفسارات والتعليقات عشان نقراها مع بعض. الحاجه الثانيه اللي عايزين ننوه عليها انه بيجي لنا لفقره لمتنا على سفرة فيديوهات كتير جدا، لكن للاسف في منها فيديوهات ما بنقدرش ان احنا نعرضها، فانا حابه اقول بعض الملحوظات اللي بتخلينا ما نقدرش نعرض الفيديو. اولا علشان احنا حابين ان احنا نعرض كل الفيديوهات اللي بتجيلنا، ثانيا علشان الناس ما تتعبش في الفيديو وبعد كده نرجع نقول لها مش هينفع يتعرض. فخلينا نقول من الاول الفيديو عبارة عن ايه وايه اللي ما نعملوش في الفيديو. خليكم معايا لو سمحتوا. اول حاجة احنا لا بالعكس والله ده انا بالعكس ارجوك لو سمحت. اول حاجة احنا عايزين نقولها انه الفيديو المفروض يكون مع طبق خلصان معمول مش اثناء طهي الطبق. تاني حاجة اللي مصور الفيديو المفروض يكون ظاهر فيه. تالت حاجة يقول لنا الطبق ده ايه هو بيهديه لمين وليه. تمام؟ فابعتوا لنا كل الفيديوهات بتاعتكم سواء على صفحة سي بي سي سفرة او صفحة البرنامج اميرة في المطبخ
على الفيسبوك عشان نعرضها في آخر فقرة عندنا اللي هي لمتنا على سفرة اللي هي المفروض بديل للعزايم يا جماعة. كده احنا شوحنا البتنجان، نقدر بقى نجيبه على جنب. يا معاذ. ألو. أخبارك إيه حبيبي؟ الحمد لله. أؤمر يا معاذ. أنا بحبك أوي، كنت مسافر عشان يعني أسألك على حاجة. أنا بحبك أوي. حبيبي أنا كمان بحبك أوي، عايز تسأل على إيه؟ لا أنا مش عايز أسأل عن حاجة. طيب تمام، شكرا يا معاذ، أنا كمان بحبك أوي يا حبيبي. أنضف بس هنا معلش عشان نعرف نقف نشتغل. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ وسعنا مكان، هنقوم بقى منزلين، او ممكن نشتغله هنا الاول. بسم الله. بصل مفروم، فلفل اسود، ملح، فص ثوم مفروم، شويه بقدونس مفرومين، صلصه. نقلب. طبعا الوك كان فيها معلقه زيت اصلا، نزلنا عليها البصل والثوم، الملح والفلفل، البقدونس والطماطم والصلصه انا اسفه، وهنزل دلوقتي الطماطم. نقلب نقلب. حاضر عينيا. وبعدين نقوم واخدين نقطه ميه وبعدين هقوم واخده البتنجان وانزله في الصوص يكمل تسويته من غير ما اقلبه كتير عشان انا مش عايزاه يتبهدل مني. هنقل انا البتنجان على الصوص، هتطلعوا انتوا فاصل وترجعوا لنا. هنستنى كل تليفوناتكم على 236-09936، وكمان هناخد كل تعليقاتكم على الفيسبوك على سي بي سي سفرة. استنونا. شكرا استاذ شريف على حسن تعاونك معنا، شكرا شكرا جزيلا. اهو كده بص يا بقى حضرتك يا استاذ شريف، المحشي بصوا دي اهي دخلت في التسويه، بصوا طريت ازاي، دي لسه شويه، فاهمين قصدي؟ فلسه يعني احنا هنسيبه مع الصوص الرائع ده ونخليه ياخد ويدي مع بعضه. فاضل خطوه واحده اخيره في الفته، ادي اول خطوه عملناها اللي هي اول طبقه اللي هي كانت عباره عن العيش اللي احنا قطعناه مكعبات وقليناه في الزيت، طلعناه صفيناه طبقه واحده، اديناه له رشه الملح بتاعته، يبقى كده دي اول طبقه من الفته وجاهزه. تاني طبقه اللي هي هتكون البتنجان بالصوص بتاعه، وده اللي احنا خلاص عملناه، وممكن نوطي كمان شويه علشان نديله فرصه انه يستوي من غير ما يتلسع. طيب انا عايزه القوام بتاع الصوص كده بالظبط، فلو لقيته كمان شويه شرب الميه ونشف عن كده هقوم اديله نص كوبايه ميه سخنه عشان يفضل بالقوام ده، عشان عايزه فيه شويه صوص. تالت طبقه هتكون صوص الزبادي، اجيب بس الويسك واجيب معلقه واجي هنا وافكركم اني دايما دايما لما بنزل الزبادي بحط اول حاجه معاه رشة الملح، لأن الزبادي بطبعه ممكن لما أجي أضربه أحس بشوية تكتلات صغيرة كده أنا مش عايزاها خالص في الصوص عندي، فرشة الملح دي بتفك التكتلات. يا محمد. ألو. إزيك يا محمد؟ الحمد لله. عامل إيه حبيبي؟ كويس الحمد لله. أؤمر يا حبيبي. الحمد لله. أؤمر. حضرتك أنا كنت عاوز أسأل عن طريقة عجينة الكريب. حاضر عينيا. هبه استاذنك تكتبي وانا هاخد الاسئله واجاوبها كلها مع بعض دلوقتي على طول ان شاء الله. حطينا الزبادي وحطينا، اشكرك يا حبيبتي، وحطينا رشه الملح وحطينا بعد كده اهو الطحينه، هحط معاهم فص ثوم مفروم، هقلبه، يبقى انا كده كل طبقات الفته عندي جاهزه، العيش جاهز، البتنجان بيستوي مع الصوص الاحمر بتاعه، الصوص بتاع الزبادي جاهز، شوية اللوز اللي هحطهم على الوش إذا عايزين تحطوا جاهز، شوية دبس الرمان اللي هحلي بيهم الصوص
جاهز بس بعد ما اطفي عليه، وبرده طبعا رشه البقدونس اللي هحطها على الوش. تعالوا بقى نفتح اللايف نبص عليه بصه كده اهو، علشان عايزه ابدا ان شاء الله في القطايف. يلا بينا نزلي الكريب. هبه هتنزل لكم الكريب اهو، علشان نبدا بقى كده الاسئله بتاعه اللايف لوحدها، وانا جاوبت على الحمام. هي تطلع مني بس يعني ربنا ستر. جاوبت على اخر سؤال كان فاضل معانا من امبارح، عشان برضو ايه نبقى كده ايه بادئين صفحه جديده. حلو كده يا هبه؟ ربنا ستر. يلا بينا. طيب انجي بتقولي من فضلك يا اميره عايزه وصفات للمكرونه بدون صلصه غير البشاميل. انا مش فاهمه السؤال، يعني مش عارف. في النص يعني. طيب احنا ممكن بقى نعمل المكرونه تعمليها بالبينك صوص، يعني تحطي شويه كريمه على شويه صلصه فتبقى بالبينك صوص. ممكن تعمليها بالصوص الاخضر باستخدام السبانخ او اي خضره انت بتحبيها. فالافكار كتير، وهتلاقي على اليوتيوب افكار كتير جدا جدا للمكرونه في البرنامج. ناديه بتقول لي اميره حبيبتي انت منوره وجميله، ربنا يخليكي حبيبتي وبحبك قوي، انا كمان بحبك جدا وبستنى البرنامج بتاعك، ليكي حضور. شكرا شكرا على الكلام الرائع، اشكرك. عاوزه طريقه عمل الكاتشب والمايونيز والكاسترد والطحينه في البيت. طيب ناخدهم واحده واحده. الطحينه هنجيب السمسم يكون ني، هنحمصه على النار مع معلقه زيت سمسم، هناخده وهو سخن على الكبه نضربه بقى طحينه خام. عايزه بقى تزودي لها شويه علشان ترمي معاكي كميه فتبقى اقتصادي، تحطي لها دقيق وزيت. عايزه تخليها خام زي ما هي، خليها خام زي ما هي. بالنسبه للكاسترد فاحنا بنجيب صفار البيض نضربه مع النشا، نحط على النار اللبن والسكر، لما يختلطوا ويبقوا دافيين بننزلهم بالتدريج على البيض مع النشا، وبعدين نقلب كله على النار ونقلب لحد ما يبقى كاسترد. الكاتشب والمايونيز هبة ان شاء الله هتنزلهم لك. مرمورة بتقولي بحبك قوي، انا كمان بحبك قوي. اقفلي السكه، اقفلي السكه هبة. هبه محمد عايزه طريقه البسبوسه، وانجي عايزه طريقه الرز بالخلطه. عاليه بتقول لي تسلم ايديكي انا من سوريا بحبك جدا، سلامي لكل اهل سوريا حبايبنا. استاذ يوسف، لا ام يوسف من العراق، بتقول لي كل سنه وانتي طيبه، سلامي لكل اهل العراق حبايبنا. وهرجع تاني لللايف. ليلى من لبنان عايزه طريقه حفظ الفلفل الالوان. كتبتي كله يا هبه؟ حفظ طريقه حفظ الفلفل الالوان. يلا نبدا في القطايف وهجاوب على كل الاسئله وهرجع لللايف تاني. تعالوا بقى نشوف القطايف. الاول المقادير بتاعتها ايه؟ دي قطايف اهم حاجه تفضل متغطيه، اهم حاجه تتحشي وتتقفل وتتسلفن في نفس اللحظة اللي تيجي فيها من عند المحل، بعد كده تقدروا تشيلوها في التلاجة أو في الفريزر. شكرا جدا. البسبوسة معاكو على الشاشة، وبعد كده هننزل لكم مقادير القطايف اللي هي سهلة وبسيطة جدا. قطايف وتمر طري انصاص من غير النوى طبعا، رشة قرفة ورشة حبهان وعين جمل مجروش. وتقدروا تعملوا زي ما انا بعمل، المقادير معاكم على الشاشه. انا بعمل ايه؟ بحط ده كله على بعضه وبحطه في علبه، تفطروا عليه او تحشوه في كنافه او تحشوه في قطايف. فانا بعمل ايه؟ بجيب التمر بحطه هنا، ده تمر طري، بديله رشه الحبهان، رشه القرفه، وشويه من عين الجمل المجروش خشن، ولو مفيش عين جمل مفيش مشكلة. بنعمل ايه بقى؟ اللحظة اللي احنا هنشتغل فيها في القطايف بنفتح الجزء اللي احنا هنشتغل عليه ونسيب الباقي متغطي برضو عشان منشفش مننا. القطايف يا تطلع طرية يا تطلع ناشفة. رز بالخلطة معاكو على الشاشة، اشكركم جدا. ازاي اقدر اطلع القطايف كريسبي ناشفة؟ بطول عليها المدة في التسوية على النار في الزيت في القلي،
ادي رقم واحد. رقم اتنين بنزلها على شربات بارد تقيل وبقلبها تقليبة واحدة وبشيلها احطها في مصفى وبعد كده بحطها في طبق طبقة واحدة والطبق ده يكون مكشوف كده تطلع معايا القطايف ايه؟ ايه؟ كريسبي. طيب انا عايزاها بقى يا اميرة طرية. طيب هنديها بقى تقلبتين على النار العكس بالعكس. الشربات هيكون خفيف هسيبها هنقعها فيه شوية ولما احطها في الطبق هغطيها. يعني الموضوع سهل وبسيط. انا بعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا ابتديت كده هوت اعمل الايه الحشوة وانزل على طول على النار يا مدام سهام. مساء الخير يا أميرة. مساء الفل، كل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. انت طيبة وبالصحة والسلامة، رمضان كريم. الله أكرم، انت عاملة ايه يا أميرة؟ وحشتيني يا مدام سهام. انا كويسة الحمد لله. تستاهلي كل حاجة حلوة. الله يسعدك يا حبيبتي. انت أمورة، انت اللي جميلة. أموريني يا مدام سهام. بقولك ايه يا أميرة، اما يكون عايزة اعمل القطايف بالكريم الشقشاق كريم شانتيه، اقليها الاول واحطها في الشربات؟ اقليها الاول قمع اللي هو كده اهو، دي طريقة تقفيل القمع اهي، تلات ارباع واسيب الربع مفتوح واقليها واحطها في الشربات واطلعها صفيها وبعدين احط لها كريم شانتيه ومعاه اي حاجة انتوا حابينها. طيب عايزة اقول كذا ملحوظة. اول ملحوظة، انا لو عايزة القطايف تفضل كريسبي ونزلتها في الشربات ورجعت استخدمت تاني الشربات ده اكتر من مرة، الشربات بيكون خف وسخن، فهتلاقوا الطالية التانية والتالتة بدأوا يبقوا طريين مش كريسبي، فلازم احط شوية صغيرين اغير البولة واجنب الشربات عشان يبرد. تاني ملحوظة، الكبشة اللي انا بستخدمها في الزيت ما استخدمهاش في الشربات وارجع ارجعها في الزيت تاني، والا طبعا الشربات ده هيتحرق جوه الزيت، الكبشه هتبوظ والزيت هيبوظ، فخلوا بالكم يبقى في كبشتين، كبشه للزيت وكبشه للايه؟ للشربات. نجيب اهو بقى كده، نعمل احنا كمان كده، عيني عليها كده على طول علشان. طيب انا دلوقتي عندي كميه شربات هنا انا حاسه ان انا ممكن ما استخدمهاش كلها، فهحط جزء منها وفي نفس الوقت كمان علشان الشربات عندي زي ما قلت ما يسخنش وبعدين ارجع استخدمه هو سخن فتطلع معايا القطايف طريه. ده طبعا حسب الرغبه، كل واحد حابب القطايف تبقى ازاي. طيب لو لقينا ان القطايف مع انها لسه جايه طازه ما بتتقفلش معايا، اجيب بطرف صباعي ميه واحطها على اطراف الايه القطايف. طيب لقيت بقى ان كلها ما بتقفلش وهتغلبني، اقوم حاطه القطايف زي ما هي كده متكيسه واقوم حطاها في الميكروويف واديها ضربه 10 ثواني او 20 ثانيه، بترجع تاني تطرى وتقدروا ان انتوا تقفلوها بسهوله. لو جربتوا حشوه التمر مش هتاكلوا القطايف من غير تمر تاني، حلوه جدا جدا بجد، حلوه ومغذيه ولطيفه قوي قوي. طبعا رشه الحبهان ورشه برضو القرفه بيدوها كده ايه نكهه مميزه جدا. وانا عامه العلب بتاعه التمر اللي موجوده طول السنه يعني مش رمضان بس، بديها دايما رشه قرفه ورشه حبهان كده، بتهيألي كفايه. ممكن نعمل واحدتين تانيين وممكن نبص على اللايف واحنا بنعمل. يمنى نونا بتقول لي ما تقلبي القطايف، بقلبها ما تقلقيش، انا عيني على الحاجه وانا بشتغل بس مش بحب اقلب القطايف كتير، ودي برضو يعني كويس ان هي قالت لنا كده لانه تقليب القطايف الكتير بيعرضها انها تتفتح في الزيت. ميرات عايزه طريقه الكنافه بالجبنه الريكوتا. هنجيب الكنافه هنفرمها ناعم سواء بايدينا او في الكبه، هنحط في الصينيه سمنه سايحه، هنحط الكنافه ونكبسها بصينيه تانية اصغر، وبعدين هنقوم حاطين في النص الجبنه الريكوتا اللي مصفينها من الملح ومصفينها من الميه، ولو حابين تحطوا معاها موتزاريلا حطوا، مش حابين خلاص. وبعدين هحط بقيه الكنافه اكبسها بايدي كويس قوي قوي، اديها شويه سمنه على الوش، ادخلها الفرن
لما تطلع اديها الشربات بتاعها. مين يا استاذ شريف؟ يا استاذ كريم. الو يا كريم، ازيك؟ ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ انا بحبك قوي حبيبي، تسلم لي. اؤمر يا كريم. ماشي، هي بس انا كنت بتصل بيها حضرتك عشان اسلم على حضرتك. ربنا يسعدك يا كريم، اشكرك، ميرسي جدا على تليفونك يا حبيبي. طيب احنا كده خلصنا القطايف، بس عايزه اغسل ايدي. يا منى. الو منى، ازيك يا منى؟ منى السلام عليك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اؤمر يا منى. تمام. امور يا حبيبتي. عايزه طريقه اللانش. حاضر، عينيا. الفته خلاص يا جماعه، وبس هتفرغ للقطايف وارجع بقى ايه اروص الفته في الطبق بتاعها. انا بعمل كده في البيت يا جماعه علشان تسهيل الوقت، حتى للي قاعد في البيت، بدل ما افضل واقفه في المطبخ 3 ساعات، لا انا من قبلها بيوم عارفه ان انا هعمل 1 2 3، اشيل من الفريزر انزل على الثلاجه عشان تفك، اللي مش معمول اعمله، احمر عيش، اعمل شويه العصاج، اظبط نفسي، اجي تاني يوم الصبح اقفل القطايف احطها في الفريزر. يعني ايه كل شويه نعمل حاجه، فنلاقي بعد كده وقت الفطار الدنيا سهله. انا بطلب من كل الناس انها ما تعتمدش على استخدام الجلوفز. الجلوفز زيه زي اي زي ايدي، لازم اغسل ايدي باستمرار باستمرار بالطريقه الصح وبالصابون وبالمية الدافية. أرجوكوا الناس اللي بتخش المطبخ ما تحطوش على ايديكوا كحول وتمسكوا بعد كده الأكل وتختلطوا بالبوتاجاز وبالفرن، علشان بيحصل حروق لا قدر الله. منا؟ ألاء، معلش ألاء. يا ألاء. ألو، ازيك يا ألاء؟ الحمد لله. عاملة ايه حبيبتي؟ الحمد لله. أمور يا ألاء، اتفضلي. ممكن يشوف عايز طريقه عمل كب كيك؟ حاضر، عينيا، نزلوا لنا طريقه الكب كيك لو سمحتوا. طب نيجي هنا بقى. نعم. يا سلام، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، ده انا كاميره انبهرت. الكاتشب معاكم على الشاشه، طلب مننا اونلاين واحنا نزلناه اهو. هدى بتقول لي حبيبه قلبي اميره منوره الشاشه، اشكرك، انا بحبك، انا كمان بحبك قوي، كل سنه وانت طيبه، وانت طيبه بالصحه والسلامه يا حبيبتي. ليليان بتقول لي منتظرين كحك العيد، انتظرونا ان شاء الله وربنا ما يقطع لنا عاده، هنعمل طبعا كل اللي انتوا عايزينه، والمايونيز معاكم كمان على الشاشه. طريقه اكل للاطفال وحلويات من غير سكر، طبعا احنا الحلقات بتاعه الاطفال بتكون يوم الثلاث فيما عدا طبعا شهر رمضان، هنرجع لها ان شاء الله لو ربنا اراد، واحيانا بعد رمضان ان شاء الله. كب كيك معاكو على الشاشه كمان، هبه والله، يعني بصوا والله ما قصرتي. لو سمحتي انا من الاردن، ممكن اعرف طريقه الكنافه المصريه؟ احنا الكنافه عندنا في مصر بنعملها طبعا باكتر من حشوه، الحشوه الاساسيه بتاعت اهلنا اللي بالمكسرات واللي بالكريمه واللي بالكاسترد، يعني دول 3 حاجات احنا متربيين عليهم، وكلهم بنفس الطريقه، بنكبس الكنافه مع السمنه، بنحط الحشوه سواء كانت كاسترد او مهلبيه او كريمه يعني او المكسرات، وبعدين برجع تاني احط الكنافه واكبس بايدي واحط السمنه وادخلها الفرن، ولما تطلع بنديها الشربات البارد. اللي بيحبها بقى طريه يستخدم شربات خفيف ويغطيها، اللي بيحبها كريسبي يسيبها مكشوفة ويحط الشربات تقيل. يلا بينا، تعالوا بقى نطلع فاصل ونرجع. انا مش هعمل حاجة خالص غير اني اللي بيخلص بطلعه، علشان مش كله هياخد لون في نفس الوقت، وهنرجع لكم تاني بعد الفاصل نكمل، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. ما عملتش حاجه خالص غير اننا فضلنا لحد ما القطايف اخذت اللون المطلوب. في ناس تحبها غامقه، في ناس تحبها فاتحه، براحتكم. انا بحبها غامقه وبحبها مقرمشه، ودي اذواق ما فيهاش اي مشكله، وقلنا ازاي نطلعها كده وازاي نطلعها كده، فكل واحد ياكل على مزاجه. وبعدين بقى ناخد دي كده. بصي بقى هنعمل ايه بقى، هناخد دول كده
خليكي لذيذه بقى، خليكي لذيذه. هاخد لها واحده اصغر شويه. وبعدين هجيب شايله انا شويه تمر مع شويه عين جمل، اخدهم كده. وبعدين برجع تاني بقى الحقيقه، يعني اديها رشه حبهان ورشه قرفه بعد ما تطلع من الشربات. ما ده مش جوع. دي تهيؤات. لا انا هوديها احيانا، بس ادوني فرصه، بس ادوني بس فرصه بس والنبي، بس ده حاجه صعبه. يلا. ادي القطايف يا حبايبي جهزت، لطيفه جدا جدا، ان شاء الله هتعجبكم قوي قوي. نغسل ايدينا ونبدا على طول في الفته. عشان بقى نعمل الفته او يعني نقفل الفته بمعنى اصح، هبتدي بقى اخد الطبقات بتاعتها، وهاخد الصراحه التليفون معايا هناك علشان ايه، برضو نجاوب على شويه اسئله من على اللايف واحنا شغالين. بسم الله. ام عمر عايزه طريقه العكاوي. بصي بقى، العكاوي هتجيبيها وهتسلقيها كويس جدا في طبعا ميه، بصل، طماطم، جزر، زعتر، روزميري، ملح، فلفل، حبهان، لورا، مستكة، عود قرفة. وبعدين هنسلقها سلقة كاملة. هجيب العكاوي هطلعها من الشوربة، وهجيب الشوربة أصفيها. هجيب كمية كبيرة جدا من البصل والفلفل الرومي والطماطم متقطعين شرايح رفيعة قوي. وبعدين هحط معاهم معلقه سمنه بلدي في الحله، هقلبهم مع العكاوي كويس جدا، وبعدين هقوم حطاهم مع شويه شوربه وقافله الطاجن ومدخلاهم الفرن. انجي بتقولي عايزه وصفات للفريك. الفريك احنا عملناه مع الحمام طاجن، وينفع تعمليه فته زي دي بالظبط كده هوت بالزبادي، وتحطي الفريك على العيش بتبقى حلوه جدا، وتحطي على وشهم كفته، وتحطي صوص زبادي بتبقى حلوه قوي قوي، فتت الفريك بالكفته والزبادي. ايه تاني؟ جيب بس التليفون كده جنبنا عشان نبقى شايفين. دعاء بتقولي بتفتحي نفسي على الدنيا. الله يسعدك يا رب يا حبيبتي، ربنا يخليكي. يلا اهو كمان هبه ما شاء الله ما شاء الله، سلي صيامها اهي. نزلت لكم طاجن الحمام بالفريك. ام عمرو بتقولي ما شاء الله القطايف طالعه تحفه، انا كمان بحبها كده قوي، ربنا يخليكي حبيبتي وبالف هنا وشفا. استاذ عمرو بيقولي كل سنه وانت طيبه وحضرتك طيب وبالصحه والسلامه انت واسرتك الكريمه كلهم يا رب. طيب هعمل بس كده خلاص اهو. وبعدين هجيب بقى ايه، صوص الزبادي. اخده في النص كده. طبعا طريقه التقديم براحتكم خالص، يعني ما فيهاش الزام يعني، بس احنا بنحاول ايه نخلي كده الشكل متناسق وحلو. معانا استاذ ابراهيم. الو، اهلا وسهلا. انا عامل ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله كويس. عمر يا ابراهيم اتفضل. بس انا عايز بس ايه، عايز طبخه الكفته باللوز. كفته؟ باللوز. بالرز صح يا هبه؟ ممكن كفته الرز. صح صح يا استاذ شريف والله. لا لا طبيخك اتقدم. ايوه بس مدكن. ماشي. نزل لنا كفته الرز يا هبه لو سمحت. اهو بصوا كده شايفين الجمال، وزي ما قلت طريقه التقديم براحتكم خالص اهو. انتوا مش لزاز على فكره. انتوا على فكره مش لزاز بقى،
حاضر. لا 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 ده الا انت، ده الا انت، لا ده احنا لسه قدامنا مشوار طويل قوي يعني من دلوقتي. وبعدين انا اعمل ايه بقى؟ شويه بقدونس وشويه لوز، وانا هقول الكفته اللي بالرز. حد قال غير كده؟ في حد قال غير كده؟ انا اللي هقولها طبعا، محدش اساسا اقترح اي اقتراح تاني عشان تبقي فاهمه. شويه بقى دبس الرمان يا جماعه كده اهو طازه على الوش، وتجربوا الوصفه وتدعوا لنا، وان شاء الله ان شاء الله لما ربنا يفك الكرب ويرفع البلاء والوباء عن البلاد كلها يا رب، ترجعوا بقى تتجمعوا وتعملوها في عزومه بتبقى لطيفه قوي قوي. فتت المكدوس لطيفه جدا جدا، والقطايف اللي بالتمر خلاص، وعندنا عصير تمر هندي. بس النهارده عايزين نعمله بطريقه مختلفه عن امبارح، احنا النهارده عايزين نعمله سموذي، علشان ايه؟ الحر مع الصيام، فاحنا عايزين نعمله النهارده بطريقه مختلفه شويه. نعمل ايه بقى؟ ننزل مقادير التمر، ايه رايكم؟ اه يلا اتفضل حضرتك، انا كمان معاك. مقادير التمر الهندي، عندي تمر هندي، وهنعيد تاني احنا هنعمله ازاي برضو عشان لو في حد ما شافش حلقه امبارح. عندنا طبعا ميه، سكر حسب الرغبه، وعندنا تلج، وعندنا شويه ميه ورد. طيب انا عايزه بس ايه اوضح حاجه، اللي هي ايه؟ ده التمر هندي الجاهز، يعني قصدي اللي احنا عملناه يعني خلاص جهز. ده اتعمل ازاي؟ بالتمر هندي الناشف ده، جبناه، خليني بس اطلع له اللبانه بتاعته اهي. بنجيب يا حبايبي التمر هندي بيكون كده ناشف كده، تمام، بحطه في اللبانه، بحط عليه كميه الميه، وبسيبه منقوع في الميه مده ساعتين، مده ساعتين. بعد الساعتين دول بقوم جايبه اللبانه رفعاها على النار، واغلي تمر هندي لمده دقيقتين ثلاثه خمس دقائق، يعني المهم غلوتين، واحس ان التمر هندي فك خالص، واقلب الاقيه كله متجانس وريحته ولونه تمر هندي. اقوم عامله ايه؟ اقوم مصفياه ومدياله السكر بتاعه. امبارح احنا حليناه بالكراميل، انا التمر هندي والخروب والدوم بحليهم بالكراميل، او هتحلوهم بالسكر عادي، فده كده تمر هندي متحلي، تمام. طيب خلاص شربنا منه امبارح وزهقنا بقى وعايزين نغير النهارده وما عندناش غيره، هنعمل ايه؟ نقوم جايبين هنا، بسم الله يا مالك، حاضر عينيا يا مالك، ادي التمر هندي، نظبط له السكر بتاعه. كل عصاير رمضان انا بسكرها بعد ما اصفيها، علشان التفل بتاعها بياخد كتير جدا من السكر على الفاضي وبعدين بيرجع يترمي. هنحط ميه الورد، بتغير طعمه خالص، بتخليه لطيف قوي قوي. هفتح الخلاط من النص كده، هشغل بسم الله، وانزل التلج. بس كده بقى عندنا تمر هندي بميه الورد، وبقى سموذي بالتلج، لطيف جدا جدا. لو انتوا عاملينه بالكراميل ماشي الحال، لو انتوا عاملينه بالسكر ماشي الحال. تعالوا بقى انا هكمل الكميه وانتوا هتطلعوا فاصل وترجعوا لنا، استنونا. اهلا بيكم بعد الفاصل. النهارده كانت حلقتنا عباره عن فتت المكدوس، عملنا جنبها فتت المكدوس بتتاكل لوحدها مش محتاجه اي حاجه جنبها، هي وجبه متكامله فيها الخضار، فيها العيش، فيها الزبادي، فيها اللحمه. عملنا جنبها صنف حلو برده مش محتاج اي حاجه جنبه، مغذي جدا،
عملنا القطايف اللي بالتمر وعين الجمل والحبهان والقرفة. عملنا جنبهم شوية سموذي تمر هندي. ساعات يبقى عندنا نفس المشروب يومين ثلاثة ورا بعض ونبقى عايزين نغير فيه ومستحرمين نرميه ومش عارفين نعمل ايه. حطينا له شوية مية ورد وحطينا له شوية تلج، هيوديه في حتة تانية خالص، هيعجبكم قوي ان شاء الله. دلوقتي هسيبكم مع الفقرة اللي انتوا ابطالها، الفقرة اللي احنا بنعوضكم فيها ان احنا مش قادرين نستقبل ضيوف في البرنامج. هتصوروا لنا نفسكم مع طبق خلصتوه، هتقولوا لنا الطبق ده بتهدوه مين وليه وايه قصتكم مع الطبق ده. هسيبكم على لمتنا على سفرة وهستناكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأول حابة أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، وأحب إن أنا أشكر أميرة على المبادرة اللي هي عملتها. كل سنة وأنتم طيبة أميرة، وكل سنة وكل كرو سفرة طيبين. أنا عملت كشك، أنا حابة إن أنا أهديه لوالدتي لأن أنا مش عارفة إن أنا أشوفها بالمناسبة، يعني عشان الظروف اللي إحنا فيها دي، فأنا مش عارفة إن إحنا نتجمع. فحابة إن أنا أقول لها كل سنة وأنتم طيبة، وشكرا ليكي أميرة وشكرا لكل الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا آلاء، وربنا يجمعك على خير مع كل حبايبك، ويجمعنا على خير مع كل حبايبنا يا رب. ومعلش يا جماعة نستحمل الفترة القليلة دي، مش خسارة في صحتنا وفي حياتنا وفي بلدنا. دلوقتي بقى هنزل لكم المنيو بتاع بكرة. في ناس كتير جدا بتحضر المكونات معانا وبتزبطها علشان تطبخ معانا في نفس اليوم، وأنا مبسوطة قوي بالحكاية دي. فهنزل لكم منيو بكرة إن شاء الله. أول حاجة هتكون رقاق باللحمة، هنتكلم عن كل تفاصيله، إزاي ما يطلعش مفرهط كده مننا، ونستخدم الرقاق الطري ازاي، ونستخدم الرقاق الناشف ازاي. كل التفاصيل هنتكلم عليها بكرة ان شاء الله. عندنا كنافة بالكاسترد هتكون الحلو بتاعنا، وده وصفة الكنافة المفضلة بتاعتي الصراحة، لطيفة جدا جدا، هنطعمها بطريقة سهلة قوي قوي. سلطة جرجير بالمشروم اللي كلنا لما كنا بنروح المطاعم كنا بنطلبها وبنستمتع بيها، نعملها مع بعض في البيت وهتستمتعوا بيها اكتر ان شاء الله. وبعد كده عندنا رز بالزبيب، لطيف جدا جدا ومغذي كده ويأكل ان شاء الله بإذن الله. وصفات بكرة كمان تعجبكم، وتجهزوا المكونات وتشتغلوا معانا فيها. أستاذ شريف أعمل إيه؟ ده التردد ده معناه ان حضرتك اتكلي على الله، بس حاضر حاضر حاضر. ايه بقى يعني، انا طبعا كل المسجز اللي فيها حب و يعني بتدوني اكتر من حقي فيها، انا بشكركم، وكلامكم كله على راسي من فوق، يعني شكرا 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 حقيقي والله. ممكن طريقة للكفتة المشوية تخليها طرية وجوسي. الكفتة عشان تبقى طرية لازم يكون فيها من 20-30% نسبة دهون. تاني حاجة ما نشفهاش قوي وأزود التسوية عليها في النار. تالت حاجة حطولها معلقة صغيرة من البيكنج باودر، حطولها بصل مفروم متصفي كويس جدا، وانتوا بتصبعوها اعملوها بمية البصل ده بيخليها طرية جدا. حطولها ملح وفلفل وسبع بهارات وبقدونس مفروم. كيرو شكرا يا حبيبتي. انا مش عارفة اقرأ كم المسجات اللي جاية، وعيب ان انا اقعد اقول كل الكلام ده ومش عايزه افوت المسجات، فمش عارفه اعمل ايه. انا بشكركم جدا. شفت انا حاسه والله مش لاحقه والله اقرا. طب اقول كفته الرز ونختم. كفته الرز هنجيب اللحمه هنحطها في الكبه، هنحط معاها شبت وبقدونس وكزبره، ملح وفلفل ودقيق رز، وهنضربها في الكبه كويس جدا جدا. هنشكلها بالزيت، هنقليها في الزيت، هنطلعها، هنجيب معلقه زيت، ثوم مفروم، صلصة ومية، هنعمل الصوص وننزل الكفتة فيه. أنا بشكركم جدا جدا جدا. حفظ الفلفل الألوان قبل ما أشكركم جدا. عشان نحفظ الفلفل الألوان صعب جدا إن احنا نشيله في الفريزر إلا لو عملتوه سوتيه بمعلقة زيت من غير ملح. أما إذا هتشيلوه في التلاجة فهو بيقعد فترات طويلة، بس تكونوا مكيسينه وربطينه كويس، وكل شوية نغير الكيس عشان بيعرق يعمل مية، وده اللي بيبوظ الخضار.
انا بشكركم جدا جدا على التفاعل اللي على السوشيال ميديا واللي على الهوا، بتدوني اكتر من حقي، بتدوني من وقتكم ومن دعواتكم، وانا بشكركم جدا جدا. بتمنى متابعتكم يوميا من 1 ل 2 الظهر، الاعاده 11 بالليل، اعاده تانية ان شاء الله الساعه 6 الصبح. استنونا.